ناموس لجميع الفائزين، وتتواصل مشاهدين الأعزاء الأشواط على الهواء مباشرة، والنواميس والإثارة والندية هنا على أرضية ميدان التحدي. اليوم يوم مثير، يوم مثير في يوم الحقائق في أشواط الإنتاج. ما زلنا نسير مع أشواط الإنتاج. أذكر السادة المشاهدين بأن أشواطنا الرئيسية ستنطلق أيضا في مساء هذا اليوم في تمام الساعة الواحدة تماما من ظهر هذا اليوم، كما أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في رسائل الاس ام اس أو الرسائل النصية بأن الانطلاقات تغيرت للنظام الشتوي. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. نتجه مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط، شوط البكار، وهو الثالث لفئة البكار، الخامس من مجموعة أشواطنا. مستحيلة على المركز الأول لصالح بن بريك بن صالح بن العرج المري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول بنت مستحيل. المركز الثاني لرقمها محجوب، نحاول ناخذ رقم المركز الثاني، محجوب من مستحيلة، أخذت المركز الأول وسكرت مستحيلة على المركز الثاني. المركز الثاني التقدم فيه من قبل الشاهينية لعبد الله بن فرج بن عايض العذبي، والله مستحيلة سكرت على كل المراكز، على الثاني والثالث، تبغي الأول مستحيلة. المركز الثالث بنت براق لسعيد بن حمد بن سعيد بن راشد القوز على المركز الثالث، بينما دور المركز الرابع اللي وصلت وتتقدم تقدم ممتاز وخطير الشاهينية لسالم بن حمد بن سعد النابت، خطفت المركز من الرابع إلى الثاني مباشرة. المركز الخامس سيوف لمحمد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، وانتصفت مسافة الشوط يا مضمرين. هناك ما يقارب ال 12 اسم في موقع واحد، كلهم يبحثون عن المركز الأول، كلهم يبغون ناموس الشوط، وأنت تريد وأنا أريد والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد. عموما شعار المجدور يتقدم على ظهر سيوف، سيوف تتقدم، سيوف اللي شكلها ممتاز واسمها يأتي من اسم السيف، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك يا راعي سيوف. التقدم في هذه اللحظات على حساب سيوف من الشاهينية. سالم بن حمد بن سعد النابت يقدم الشاهينية شعار بن سعد على المركز الأول، صغيرة في الحجم ولكن أداءها كبير، ويتابعها أيضا سالم بن حمد أو بن سعد يتابعها. عموما عند سالم بن حمد الدعباء اللي على المركز الأول، الله يوفقك يا أبو حمد. هذه الشاهينية لسالم بن حمد بن سعد النابت على المركز الأول، بينما المركز الثاني سيوف لمحمد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور على المركز الثاني. المركز الثالث اللي تتقدم أم الشعار الرياني، أشوف رقمها، نحاول ناخذ رقمها، اليوم زحمة في الأرقام. المبتكر يصل شعاره، وصلت في هذه اللحظات مرعبة حمد بن سالم بن سعد النابت، والمبتكر يصل شعاره على المركز الرابع. المزن علي بن حمد بن علي بن جرحب المبتكر من أحد الأسماء القوية، الحاضرة دائما معنا في أيضا الميادين، السباقات في كافة الميادين، ومن المحللين والخبراء المميزين. 800 متر الأخيرة يا المبتكر وأخوانك المضمرين. المركز الخامس ومن تتقدم من واجه صعوبة اليوم في الأرقام. الدانة تصل على المركز الخامس لعلي بن فهيد الزبدان، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. روح يا أبو حمد، روح مع الشاهينية. سالم بن حمد بن سعد النابت الدعبة مع المركز الأول، المركز الثاني مرعبة بهذا الأداء المرعب بالفعل. 500 متر ولكن راحت بالناموس الشاهينية. سالم بن حمد بن سعد النابت مع المركز الأول. الله 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 الله، لا تقاس الأفعال بالأشكال. أصغر ذلول في الشوط ولكن فعلها كبير، وأداءها جميل، وعصاها في البطان، ما جاتها أوامر أبداً أوامرها بالصوت فقط، الله يعلم بالصوت ولا ما جاها صوت بعد. هذه تختطف ناموس الشوط. تهانينا والناموس لسالم بن حمد بن سعد النابت، وسلام يا السيرية سلام. الله
يا سلام، مشكور مشكور الدعبة على هذا العرض، والنقطة الثانية تضيفها في رصيدها، تضيف النقطة الثانية في رصيدها بعد فوزها اليوم الشاهينية لسالم الحمد بن سعد الدعبة المركز الثاني. المركز الثاني مرعبة لحمد بن سالم بن سعد النابت. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه صملة لمحمد بن سالم بن مسعود بن قطامي. المركز الرابع، المركز الرابع غزلان لمحمد بن عبد الهادي بن سعيد الفهيده. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه منحاف لحزام بن زيد بن محمد آل بحيح. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية من تضيف النقطة الثانية في رصيدها في هذا الموسم، 6:03 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية سالم بن حمد بن سعد آل نابت على هذا الفوز المستحق، وسلام يا سيلي يا سلام. المركز الثاني وصلت فيه مرعبة، قطعت المسافة في 6:05 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن سالم بن سعد النابت. المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث صملة، قطعت المسافة في 6:06 من الثانية. تهانينا وناموس لراعي صملة ولمالك صملة محمد بن سالم بن مسعود بن قطامي المري. تهانينا وناموس.